طالما انا فيه يبقى انا مؤمن باللي بيعمله، لو انسحبت ومشيت لا يعنيني، يعني انا مش عاجبني، فانت لقيتني موجود يبقى اذا انا موافق الى ان نشفى او يتم شفائنا من الحالة السمعية الغلط. لا ده الجمهور بقى اللي جاوب، الإجابة عند الجمهور، الجمهور اللي عمل عبد الوهاب وعمل أم كلثوم وعمل عبد الحليم وفريد، هو جمهور ليلفظ البذاءات الغنائية يا معلمة والحشيش والبانج والبتاع، وتبص يا بيت مش عايز أتكلم في الحاجات دي، والحمد لله أنا في 8 منهم في السجن عقبال الباقي. نعم. ان نبقي على ما تبقى من قيمتنا الغنائية، وإلا كل شيء هيضيع. ازاي يعني؟ اختيار تنوع، انا بكسر حاجز التقليدية وببص من شباك تاني، والجملة المقولة العالمية من لم يعش في الزمن فليخرج منه، اذا يا نخرج كلنا منه يا نعيش الزمن والحالة بتاعته. افهم المعنى الاجابة بتاعتي. كنت عايزين حضرتك تكلمنا، حضرتك مختفي عن بقى، يعني عايزين نعرف الجديد بتاع حضرتك بعيد عن المهرجان. لا الجديد، الجديد اللي احنا بنسمعه يرضينا ام لم يرضينا، فاحنا بنسمعه غصبا عننا. ليه؟ لان ما بقاش في رقابة على الفن. دور الإذاعة والتلفزيون في اللجان اللي كانت بتنتقي، دلوقتي ما فيش لجان، يبقى عمرنا ما هننتقي. كل حاجة هتلاقي انت جعانة بمعدتك وجعانة بذوقك، طب في السوق أكل، أي أكل هتاكليه هتسممي، وكذلك في السوق غناء هتسمعيه هينهار ذوقك. الورش هيحضروها النجوم؟ نعم. الورش هيحضروها النجوم؟ لا مش هكذب عليك، اذا كان ده نجوم الظهر مش نجوم استاذ حلمي، المعايير بعد اذنك، المعايير اللي حضرتك شايفها بتقيس فيها تطور الاغنيه، يعني ممكن نطور ونعوض، بس لحد فين؟ لحد امتى نقول لا؟ في فرق بين يعني انت في فرق بين تطور وتدهور، اختار انت الكلمه اللي ترضيك. التنوع طبعا، لان انا امتى يصل للتدهور؟ انا نعم امتى يصل للتدهور؟ لو سكت عن اللي بيحصل، مفيش اي حاجه من الاغاني الجديده يا استاذ حلمي ممكن تكون نالت اعجاب حتى باي، لا تعليق. طب حضرتك راضي عن البرامج اللي حاليا موجوده للمواهب الجديده؟ دي اللي عجبت اللي جايبه دي بقت سبوبه، ها من هنا تؤكل كتف، بقت اللجان اللي قاعده ما لهاش كلمه، ولكن الفوت هو اللي ليه الكلمه الاولى والاخيره، وبالتالي ضعوا كل اللي بيغنوا كويس واللي بيطلع انصاف مطربين. كويس تايه مع الوحش كله. بص ما تجيبش كوم وتبيع منه ويفضل حاجه تقول ده النجم، فاهم كلامي؟ اتكلمنا عن معايير اختيار الفنانين مهرجان الموسيقى العربيه. المعايير ان يكون له قيمه صوتيه وقيمه فنيه وقيمه جماهيريه، خلاص اختاري كل قيمه من دول هتلاقينا اخترنا ليه. ما انا بقول لسه بقول لك من لم يعش في الزمن فليخرج منه، انا مش عاجبني اروح، انما يجب ان انا يعجبني واقول رايي، اللي هاخد برايي اهلا، مش هياخد هو حر.